ما حدث مع امرأتي وإهمال طبي جسيم. محاكمة عبد الله رشدي النهارده، وهيروح المحكمة بنفسه، ودي صدمة كبيرة قلبت الدنيا على السوشيال ميديا وشغلت كل الناس، وخصوصا جمهور الداعية الإسلامي الكبير عبد الله رشدي، واللي حصل كارثة بكل معاني الكلمة. والموضوع بدأ بمحضر تحول القضية في المحكمة، والنهارده يوم النطق بالحكم. فلو عايزين تعرفوا تفاصيل الحكاية خليكم معانا، لأن الداعية الإسلامي عبد الله رشدي متورط في جريمة قتل، وما قتلش أي حد، ده قتل مراته. والحكاية بدأت لما قررت هاجر زوجة عبد الله رشدي إنها تروح مستشفى النسائم الخاصة واللي موجودة في التجمع عشان تشيل كيس دهني، ودي عملية بسيطة، وطبعاً عبد الله رشدي راح معاها. وعشان العملية دي محتاجة جراح خاص، طلبت إدارة المستشفى دكتور جراحة لمدة 3 ساعات، وقبل ما الدكتور يدخل العملية كان لازم يتم تخدير المريضة، وهنا دخل دكتور التخدير علشان يحط البنج الهاجر، وفجأة خرج دكتور التخدير وساب المريضة علشان يشرب كوباية شاي وسجارة ويكلم مراته، وكل ده هاجر لسه في حالة إغماء. وفي الوقت اللي الدكتور التخدير مستمتع به بكوباية الشاي، قلب هاجر وقف بسبب قلة الأكسجين، وفي أقل من دقيقة جرز الإنذار رن في المستشفى كلها، والدكتور طلع يجري علشان يلحق هاجر، وفعلا لحقها بعد ما شال أنبوبة التخدير من حنجرتها وعمل لها إنعاش بالكهرباء، ورجع قلبها يشتغل من تاني. وبعد لحظات جسم هاجر ما قدرش يستحمل قلة الأكسجين، وحصل لها تليف في الكبد وتلف في الرئة، وماتت إكلينيكيا، وده معناه إن قلبها وقف وجهازها التنفسي وقف، هو كمان بس أنسكة المخ لسه شغالة. وطبعا اللي حصل كان كارثة بكل المقاييس، ودخل دكتور التخدير ومدير المستشفى يكهربوا هاجر لمدة 4 ساعات متواصلة علشان تفوق. في الوقت اللي كان جوزها عبد الله رشدي بيسأل ويقول هي اتأخرت ليه في أوضة العمليات، وهنا مدير المستشفى رد عليه وقال له إن حالتها مش مستقرة، عشان كده نقلها غرفة الإنعاش، وإنت لازم تدفع الفلوس الإضافية للعملية. وفعلا راح عبد الله رشدي ودفع الفلوس، وبعد 10 أيام بلغوه إن مراته ماتت، وهو طبعا انصدم واستغرب جدا، لأن العملية اللي كانت داخلة تعملها مستحيل تموت فيها، لكن تعتبر الموضوع قضاء وقدر. وقرر ياخد جثة مراته علشان يدفنها، بس المستشفى منعته لأنهم كانوا خايفين إنه يعرف سبب موتها وساعتها هتبقى فضيحة، بس اللي حصل عكس كده، لأنه دفنها والموضوع عدى، لحد ما قرر مدير المستشفى النسائم إنه يطلع في التلفزيون ويقول إن المستشفى ملهاش أي علاقة بموت زوجة عبدالله رشدي، وإن دكتور الجراحة هو المسؤول. وهنا انكشفت الحقيقة، لأن دكتور الجراحة قابل عبدالله رشدي وقال له على خطأ دكتور التخدير وكل اللي حصل. وبعدها قرر عبدالله رشدي إن يقدم بلاغ للنيابة، وهنا كانت المفاجأة، لأن اكتشف إن المستشفى مقدمة فيه بلاغ من 10 أيام بيتهموه فيه إنه ممتنع عن دفع مصاريف المستشفى، وكمان بيتهموا دكتور الجراحة إنه السبب في موت مراته، وإن اللي حصل كان بعلم عبدالله رشدي والمستشفى ملهاش أي علاقة. والموضوع كبر لما اكتشفوا إن دكتور التخدير كان مصور العملية بالفيديو، وإن إدارة المستشفى مسحت قراءات الأجهزة بتاعة هاجر كلها، واللي بتثبت إنهم قتلوها. والموضوع كبر أكتر لما تحول البلاغ لقضية في محكمة جناح التجمع الخامس، وفي أول جلسة قرر القاضي تأجيل القضية ليوم 22 يونيو علشان يسمع الشهود، واللي هم الممرضة اللي في غرفة العمليات ومساعد الدكتور جراحة ومساعد دكتور التخدير. وبعدها قررت المحكمة إدانة الدكتور التخدير وإدارة المستشفى في قضية إهمال طبي أدت إلى الوفاة، والنهاردة يوم النطق بالحكم. فيا ترى بعد كل اللي قلناه ده، أنتم إيه رأيكم في دكتور التخدير؟ وإيه الحكم اللي يستحقه؟ ده سؤال ليكم مستنيين ردكم عليه، وما تنسوش تعمل لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من مباشر مصر.